رغم الألم سنبتسم لأننا واثقون بالله. رغم الألم يبقى الأمل. عنوان كتاب للطفلة السعودية الشريفة الحقباني تروي به عن تجربتها المريرة مع مرض السرطان وكيف تغلبت عليه بكل شجاعة حتى أصبحت ملهمة لكل من يتجرع آلام هذا المرض الصامت وتحولت إلى أيقونة في مدرسة الحياة ومواقع التواصل الاجتماعي. عنوانها رغم الألم يبقى الأمل. فعلا عبد المحسن، الأمل في حياة أي شخص شيء جوهري ومهم جدا. واليوم معنا في استديو صباح الخير يا كويت محاربة تقهروا مرض السرطان. يمكن البعض يتحفظ أنه يطرح مثل هذه المواضيع أو يتحفظ أنه يبادر شعوره ويشارك الناس شعوره فيما يخص مرض السرطان، لكن اليوم عندنا تجربة حية، بنات صغار يعني خاضوا هذه التجربة وحبوا يشاركون الناس هذه التجربة ويقولون لنا شلون هم قدروا فعلا يحاربون مرض السرطان واستحقوا وبجدارة أن يكونون سفيرات لمحاربة السرطان. معنا من المملكة العربية السعودية شريفة الحقباني، حياك الله. صبحك الله بالخير ومنورتنا. صباح النور، منور بوجودكم. وايضا معنا من الكويت شوق الجويهل، صباح الخير شوق. صباح النور، منورتنا في صباح الخير يا كويت، حياكم الله. الله يحييك. راح اكيد نخوض حوار مميز مع ضيفاتنا في الاستديو، لكن في البدايه خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم في استديو صباح الخير يا كويت. حياكم الله. حبتنا للأمانة لما اتصفح مثل هذا الكتاب بشكل سريع، يعني يمكن من ساعة تقريبا الكتاب وقع في إيدي من أول ما وصلوا عندنا ضيوفنا، وأنا قاعد أشوف روح الأمل والتحدي والإرادة القوية عند ضيفتينا، ولكن أيضا عند ضيفتنا الشريفة الحقباني. الشريفة خلنا يعني نكون واقعيين شوية، نتكلم عن موضوع اكتشافك لإصابتك بسرطان الدم، شو اللي شعرتي فيه؟ والله كنت أشعر ألم في رجلي اليسار، كنت أدخل رجلي في الموية الحارة، موية مرة حارة بس ما كنت أحس فيها. طيب. كنت فاقدة شهية، ما أكل، وكنت ما أقدر أمشي، كانوا أهلي يشيلوني من مكان لمكان سواء في البيت أو خارج البيت، وكان ينزل عندي الدم من 2 أو 3. هذا قبل كم سنة؟ قبل سنتين. نعم. وشلون اكتشفتي إصابتك في مرض السرطان؟ اكتشفتها في المستشفى في الرياض. نعم. بداية قصتي طبعا كان يجيني هذه الأعراض اللي قلت لكم. رحت المستشفى رحت المستشفى محافظتي، طبعا قالوا لي فقر دم. كيف يعني كل هذه الأعراض ويعني دخل رجلي تحت الماء حار وفقر دم؟ فجلست شهرين بعدين على طول رحت للرياض. نعم. دخلت مستشفى الملك خالد الجامعي. سووا تحاليل فحوصات، كانوا شاكين في هذيك الليلة من المرض، لكن ما خبروني أنا، خبر أبوي بس، قالوا إنه شاكين يعني ما بتأكدوا. فجلست أسبوعين ما أدري إيش فيني، بس يقولون تحاليل وفحوصات. فقال أبوي أخذوا من ظهري خزعة. الخزعة هذه هي يدخلون إبرة في أسفل الظهر، ياخذون عينة عشان يشوفون سواء في مرض أو ما في مرض. طبعا هم شافوا إن في مرض، فطلبوا أبوي ينقل المستشفى الملك فيصل التخصصي. الحمد لله رب العالمين، انتقلت للمستشفى هذا وعدوا لي نفس التحاليل والفحوصات، تأكدوا من هذا المرض. فكان شيء صعب علي أنا إني أتقبل مرض أنا ما أعرف إيش هو. نعم. لأن أول كان في نظرة أن السرطان هو الموت. طبعا قلت خلاص أيامي معدودة، طبعا أنا بعد يوم أو يومين راح أموت. ليش طولة العمر يا رب. آمين إن شاء الله. طيب. وياك إن شاء الله. فقلت خلاص بعد أيام أنا راح أموت. نعم. فكنت أسمع دائما عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافين، لأن كان أول واحد يزورني في المستشفى من المتعافين، عشان كذا ما يعطيني دافع عمل عشان أقدر أحارب هذا المرض. فقلت ليش ما اختار الله إلا أنا لحالي، يعني بين صديقاتي كلهم بين أهلي كلهم. وتنومت شهر في المستشفى، ركبوا لي هنا جهاز قصدرة
والحمد لله نجحت العملية. الحمد لله. ورجعت المستشفى اللي نتعالج فيه، وبعدها بديت مراحل الكيماوي بعد ما فهموني ايش السرطان. نعم. وايش اعراضه وايش اضراره. اضراره انه راح يطرح شعري. نعم. راح يطرح حواجبي وراح يطرح رموشي، فهذا شيء صعب علي انا. نعم. طبعا انا بنت، فكيت يطيح شعري، فكرت على طول نظرة الناس لي، كيف نظرة الناس لي انا بنت كيف يطيح شعري؟ لو كان ولد كان شيء سهل يعني، الولد عادي، لكن أنا بنت كيف نظرت الناس لي؟ نعم. لكن بقوة الإيمان قدرت تتقلبين على كثير من الأمور وتتجاوزينها. راح نتكلم على هذه. كان في دور جدا مهم بعد أيضا ما ننسى. نعم. دور الوالد والوالدة في هذا الموضوع نتحدث عنه. بنتقل لأختي شوق الجويل أيضا، متى اكتشفتي أنك تعانين من هذا المرض وشنو كانت ردة فعلك وتعاملك معه؟ بالبداية يعني بدأ معي ب 2013 قبل 3 سنين، وكانت ردة فعلي ان انصدمت بالبداية، بس يعني ما كنت ادري لان اهلي ما قالوا لي بالبداية، وقالوا انه مجرد فيروس قاعد يذبح عندي الخلايا العادية. وبالصدفة انا دريت من نفسي بالاوراق، يعني قعدت اطالع الاوراق واشوف، فاكتشفت انه فيني سرطان. وبالبداية يعني جت لي حالة اكتئاب وتضايقت، ويعني يمكن شهرين وانا بس متضايقه وابكي، وكانت صدمه كبيره لي. نعم. لكن بعدها قررت ان ليمتى راح ابكي وليمتى راح اتضايق، ووايد ناس عايشين حياتهم واسوأ من حالتي لكن عايشين حياتهم طبيعيه وعادي. نعم. فقررت من يومها ان اعيش حياتي عادي واطلع حالي حال البنات واستانس واضحك وابتسم. من هذاك اليوم انا صرت وحده ثانيه. نعم. وقررت اني ابتسم للدنيا واضحك، وقررت اني حتى اني احارب المرض بابتسامه. نعم. وبروح حلوه، وان اكون حتى مع الدكاتره حتى لو كنت اعز يعني حالاتي اسوء حالاتي راح اضحك راح ابتسم، وهذا اللي سويته والحمد لله تغلبت على المرض. يعني كلمه محاربات شويه، يعني شريفه 14 سنه وشوق 18 سنة بقوة الإرادة وقوة الإيمان قدرتوا تتجاوزون مراحل كثيرة من الاكتئاب وغيرها من الأمور يعني النفسية. تفضل أنا شريفة. 12 سنة كبرتيني زيادة. كبرتش سنتين. إن شاء الله. 12 و12 و12. شريفة، إذا بتكلمين عن هذه المرحلة، مرحلة تساقط الشعر، انا اللي عرفت ان انت بنفسك خذيت الماكينه وحلقتي شعرك، كلمينا عن هذه التجربه. كانوا يحاولون فيني الدكاتره طبعا اني اشيل شعري. نعم. فكنت رافضه هذا الشيء، قلت لكم قبل شيء ليش رافضه انا. كانوا يحاولون فيني اسبوع اهلي والدكاتره، فقلت شيء هذا شيء صعب ما راح اشيل شعري. نعم. يطيح من الكيماوي لكن انا ما اشيله. فكرت فيها، يعني ليش انا ما اشيله بارادتي واحارب السرطان بنفسي؟ لاني يعني لو ما حاربت هو اللي راح يتغلب علي. فكرت قلت ليش انا ما احارب السرطان واتغلب عليه؟ وناديت السستر قلت لها تجيبي الماكينه، وحلقت شعري انا والسستر، ومن هنا بديت محاربه مع مرض السرطان. نعم. بديتي بنفسك انت اللي حلقتي شعر راسك بايدك انت، ما انتظرتي ان الكيماوي هو اللي يسقطه. شريفة، من اللي لقبك في سفيرة محاربي السرطان في المملكة؟ لقبني الخدمة الاجتماعية في المستشفى من قبل أختي نوال الرشيد. بعد ما شافت قوتي وتحملي للمرض وعزيمتي وصبري ألقوا علي هذا اللقب، إن شاء الله أكون قد هذا اللقب. ورحت الأمير الرياض حاليا فيصل البندر وأثنى على هذا اللقب، و قال اني انا استحق اللقب هذا بجداره. فعلا. اني انا اوصل رساله اخواني محاربي السرطان للمجتمع كله. نعم. ان شاء الله توصل. ان شاء الله. شوق، قولي لنا عن قصه تعارفك مع شريفه، شلون تعرفتوا على بعض والتقيتوا؟ وقاعد اشوف انا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكم نشاطات اجتماعيه كثيره يعني ومع بعض دائما. احنا تعرفنا عن طريق الانستغرام. اول شيء حط فيديو لي حمد قلم، احب اشكره ان عرفني على الناس الطيبه. فمن طريق حمد قلم عرفتني شريفه، ومن هذاك اليوم كنا نتواصل، وكانت ان امنيتها تقابلني، والحمد لله تقابلنا وتعرفني اكثر واكثر. حلو. يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قدرتوا تجتمعون وتسوون كثير من النشاطات الاجتماعيه. شريفه، من خلال زيارتك في الكويت زرتي بيت عبد الله؟
كلمينا عن هذه الزيارة. زيارة مرة جميلة. نعم. وأنا مبسوط في هذه الزيارة لأن مركز ترفيهي للأطفال سرطان محاربين. نعم. سرطان، فهذا شيء جميل لأن الأطفال مرضى السرطان يحتاجون هذا الشيء. نعم. يحتاجون الترفيه. طبعا هم مسوين في هذا المركز أن الطفل يأخذ العلاج في نفس المركز، يروح يلعب ويرفع عن نفسه، فهذا شيء جميل، أعجبني هذا الشيء. طبعا هذا الشيء مو موجود عندنا في السعودية هذا المركز، بس إن شاء الله أنا راح أروح لوزارة الصحة وراح أنقل لهم الصورة وإن شاء الله يسوون لنا زيه. وين في وزارة الصحة تقصدين؟ وزارة الصحة السعودية. إيه؟ إنه يكون في مراكز مثيلة للمراكز الموجودة في الكويت. أنا يعني لما أقلب الكتاب دخلت على من ضمن الصفحات تغريداتك. نعم. كلنا راحلون عن هذه الحياة، لا أحد يبقى، لكن نستطيع أن نعمل شيئا يبقى من بعدنا يجعل لنا بصمة في الحياة. كثير من التغريدات موجودة. الحمد لله في الصحة والمرض وفي الراحة والتعب وفي الضيق والفرج. الألم أن يسكن السرطان جسدك الصغير وأن ينام بين أعضائك الصامدة، والأمل أن تبتسم للحياة وتثق بالله. أنا ما ألوم الناشر، ومثل هذا الناشر أنا أقول اسمه لأنه ما هو دعاية، ما دام أنه العبيكان للنشر، لما يستغرب في البداية أنه طفلة وولي أمرها يأتون لمكتبة بأنهم يبشرون كتاب يستغرب، لكن لما يرى التحدي عند هذه البنت والإرادة في أن تقتل وتحارب مثل هذا المرض وتكون سفيرة لبقية من يحمل هذا المرض، ما ألومهم لما يقولون مثل هذه الكلمات ويتعاونوا معك في هذا الكتاب. شو اللي خلاك تفكرين أن أنت أول شيء تدخلين في مواقع التواصل الاجتماعي وتكونين نموذج و بالتالي تطرحين مثل هذا الكتاب؟ نعم. شريفة، طبعا أنا في البداية كنت أنزل صوري في الإنستغرام وتويتر، طبعا كنت أنزل صوري، فشفت تعرفت على كثير محاربين منهم أختي شوق، وتعرف وتابعوني كثير محاربين سرطان، فأنزل صور أن اليوم أخذت العلاج الكيماوي وأنا إن شاء الله راح أحارب عشان أكون القدوة لهم. عشان أخليهم يقدرون يتغلبون على هذا المرض، يكون عندهم أمل بالله ويثقون بربهم. نعم. ترى سويت هذا الكتاب لأن أنا يا محاربة سرطان، سفيرة محاربي السرطان أو محارب سرطان ثاني، بعض الأحيان تكون مناعة عندنا نازلة، فعشان كذا أنا ما أقدر أزور كل المرضى لأن يكون لي ضرر يكون له ضرر. فسويت هذا الكتاب، هذا الكتاب يدخل عليه يشوف قصتي يشوف محاربتي بدل ما أدخل عليه وتضرر وأتضرر أنا، فيدخل بدالي الكتاب. نعم. ويشوف ويستفيد منه وشون تعاملتي مع كثير من الأمور كإنسانة خاضت فعلا هذه التجربة. يمكن الواحد يلمس منك أمور ويقتدي منك ومن شخصيتك وأسلوبك. للأمانة أنا معجبة جدا في شخصيتك شريفة وشوق، فخورة فيكم أيضا جدا أنتوا قدرتوا فعلا تكونون مثال لكل مرضى السرطان، عطيتوهم أمل كبير مو بس لمرضى السرطان، أيضا لي أنا شخصيا أمل في الحياة في الابتسامة، أن الواحد يكون عنده صبر وقوة إيمان لمواجهة كثير من الأمور اللي ممكن تواجهها في حياته. شوق، عندك خطوة يعني لأن تصدرين كتاب مثل شريفة؟ إن شاء الله هالسنة راح ينزل كتاب إن شاء الله، وحين قاعدة أكتب وأعدل بالكتاب إن شاء الله هالسنة. نعم. من راح يساعدك في الكتاب اللي راح تصدرينه إن شاء الله؟ والله لحد الحين يعني في وايد ناس قاعد يساعدوني. نعم. ويعني قاعد يشجعون إن أسوي الكتاب وأخلصه بأسرع وقت علشان ينزل هالسنة. فوايد ناس يعني قاعد يشجعون والحمد لله يعني. حلو. في الكتاب أختي شريفة كاتبة نقطة البداية، أن تصاب بالسرطان لا يعني أن حياتك ستتوقف، بل إنها ستبدأ ولكن بشكل آخر. شو الشكل الآخر؟ الشكل الآخر أن كنت أول ما أعرف أي أحد. يعني سبحان الله، الله أعطاني هذا المرض عشان أتعرف عليكم، أتعرف على المجتمع، أتعرف على ناس كبار نفس يعني أوصل الرسالة. الله يمكن شاف ما في أحد يوصل الرسالة هذه للناس وللمجتمع، فحط فيني هذا المرض عشان أوصل رسالة عن المجتمع.
يمكن الله إذا حب عبد ابتلاه والله حب يختبرنا في هذا المرض، وإن شاء الله نقدر نحاربه ونتجاوزه. إن شاء الله إن شاء الله. شريفة أيضا عندك فيلم غير الكتاب، فيلم كيماوي بعنوان كيماوي، متى راح نشوفه إن شاء الله هذا الفيلم؟ إن شاء الله الشهر هذا راح يدشن. نعم بإذن الله. وشنو قصة الفيلم؟ قصة الفيلم أنا مريضة ومعاي واحد متعافي. نعم. فنمثل زي كأنه في مستشفى. يعني نمثل قصة محاربة وواحد متعافي وواحد مريضة. فنتكلم عن قصتنا ونمثل وزي كذا. بس. راح إن شاء الله يكون قريبا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، راح ينزل إن شاء الله الفيلم هذا على اليوتيوب إن شاء الله. إن شاء الله. دائما أقول الوهم نصف الداء. نعم. والأمل نصف الدواء. والصبر أول خطوات الشفاء. الله عليك. شريفة بروح بجيتش بنتي شوق وكلكم مثل بناتي عسى الله يحفظكم. هل المفردات اللي أنت تستعينين فيها والاستدلالات اللي تستعينين فيها سواء من آيات أو من أحاديث أو من حكم منك من قراءاتك أو من الوالد والوالدة الله يحفظهم ثبتت عندك وقاعدة ترددينها؟ والله بعضها يعرفني يعلمني عليها الوالد، وبعضها أنا أقراها من نفسي وأعرفها، وبعضها بعض الأحيان سبحان الله إذا كنت جالسة أو زي كذا يعني من كثر ما أقرأ في التويتر والإنستغرام أنا أطلع شيء من عندي. أنا قاعد أشوف يعني الأمانة لو بيعطونا مني ليل فعلاً يعني أنا أيضاً عبد المحسن يعني تصفحت الكتاب وشفت عبارات كثيرة وأمور شدتني، وأيضاً أصور شريفة خلال رحلتها في العلاج اللي إن شاء الله راح تتكلل بالنجاح يا رب. في أصور كثيرة معبرة أو رسالة واضحة من خلال هذا الكتاب، رغم الألم يبقى الأمل. فعلا الأمل يعني من أهم الأمور وأهم المشاعر اللي احنا مفروض نعيشها لحظة في لحظة في حياتنا. شوق بالنسبة للقب اللي حصلتي عليه سفيرة محاربية السرطان في الكويت، من اللي عطاك هذا اللقب بشكل رسمي؟ أول شيء بالسعودية عطوني اللقب. نعم. اللي هم فريق حماة السلامة. بعدها بشكل رسمي عطاني إياه الدكتور خالد السهلاوي، والحمد لله إن شاء الله أكون قد اللقب يا رب. نعم. أنا الآن الأمانة يعني كنت بطلع التلفون وأنا بعد تلفوني جاهز بسوي فولو وكل الأخوان والأخوات. بعد شنو الشريفة الحقواني أحط إيه؟ بتويتر بالإنستغرام موجود بالإنستغرام وتويتر أسأت الجواهر. أنا ضفتكم من قبل الحلقة ضيفتكم يعني الأمانة راح تشوف وتلمس عبد المحسن من خلال أكاوتاتهم في الإنستغرام، تواصلهم مع المجتمع مع الناس. على فكرة شوق شخصيتك مختلفة في السوشيال ميديا، يمكن اليوم على الهواء الأمور مختلفة عليك قبال الكاميرا أول مرة. إن شاء الله يعني تعودين على الأمور، إن شاء الله نشوفك مذيعة في المستقبل أو إعلامية إن شاء الله. بالنسبة لأهدافكم في المستقبل أو حلم تشوق في المستقبل، شنو حابة تحطي لك هدف في الحياة؟ أول هدف أن أطلع كتاب إن شاء الله أنزله، وثاني هدف أن أسوي أعمال خيرية قد ما أقدر وأزور المرضى، وثالث هدف إن شاء الله إذا الله قدرني أني أصير دكتورة وأساعد مرضى السرطان إن شاء الله. بإذن الله أسأل الله إن شاء الله يبد بأعمار الجميع بدون شك. وانتوا نموذج. انا بطلع اكاونتات البنات. انا سويت الان فولو بس لانه اثر شويه على الايربيس. نعم. ونموذج بدون شك يعني، خاصه للي احنا قدمنا لهم الان النصائح، واقدم النصائح حتى للمراكز المختصه في علاج مرض السرطان. نعم. ان سووا فولو لهالنموذجين اللي قدامنا، حاربوا بارادتهم وبأملهم وبتفاؤلهم في الحياة وإيمانهم بالله سبحانه فعلاً. وتعالى في النهاية أحب أشكر تفضلي قطعت كلامك. لا أفعل بنتي تفضلي. في النهاية أحب أشكر سفير الكويت في السعودية الشيخ ثامر الصباح، قد ما أسعدني بهذه السفرة وأسعدني بزيارته للكويت وأسعدني بشوفته وحسن استقباله الله يسعده قد ما سعدني. شكرا لوزارة الصحة الكويتية، وشكرا للأستاذة غالية المطيري،
استقبال حفاوة، والله يسعدهم، من المطار إلى الفندق إلى الحين الله يسعدهم. في بلدك أنت يا ما نحتاج أكيد هذا بلدي الثاني وأنت إخواني. شوق حابة تقولين شيء أيضا بعد في حابة أشكر الدكتور خالد السهلاوي على من حل قبلي، وحابة أشكر الدكتورة قالي المطيري لأن اعتنت فينا حيل كأن بناتها. نعم. حابة أشكر وزارة الصحة تستاهلون أكيد كل الدعم. شريفة أنت عندك قصيدة صح؟ في عندك قصيدة، أنا يعني على فكرة مفتشة من وراك على كثير من الأمور، فأدري أن عندك قصيدة كاتبتها ومحتفظة فيها بعد، ولا للحين بتخلينها سر مو حابة تقولين قصيدة أنت كاتبتها وكلمات أنت حابة تقولينها؟ شكل الموضوع بتخلينا سر. أنا متابعة أحد اللقاءات طلعتي فيها وقلتي أن في قصيدة تبي تقولينها. انشوده انا قاعده افكر وش قصيده. اوكي انشوده اذا. طيب عندك اعلان تقدر تقولي لها؟ احضرت حاليا. يلا تفضلي. داء خبيث طواني، امست منا اعاني، الله بعطف احتواني، يوم رجيت وناديت شفت الهنا والبشاير، بالخير اتحرى باكر، طابت حنايا المشاعر، من كل علا تشفيت تشفيت، يا ما من الهم عانيت، طول الليالي وقاسيت، واليوم زانت حياتي، انا احمد الله تعافيت تعافيت تعافيت. ان شاء الله اقول هذه انشوده وانا متعافيه. اللهم امين اجمعين. بس نول الساده المستمعين ان بنتنا شريفه حاطه الكمام لان لا زالت في طور العلاج، فبالتالي هي من الضروره ان حتى لا يكون في هناك اي ميكروبات، والمناعه لا زالت عندها. اعطونا الكاميرا الواسعه بعد اذنكم كنترول. هالنموذجين نستاهل ان احنا الكل ايضا ياخذ معاهم سيلفي. حياك فاطمه، تستاهلون بناتنا نموذج نفتخر فيه. نعم. الكاميرا ان شاء الله تاخذنا كلنا. وين كاميرا شنو طاعت؟ في النهايه احب اشكر الدكتور خالد السهلاوي نائب وكيل الوزاره. وكيل وزاره. نعم. الصحه. حياك بنتي. قد ما اسعدنا بحفاوته اسعدنا بشوفته وتواضعه، الله يعطيه العافيه. منورين اكيد في حلقه اليوم في صباح الخير يا كويت. شوق لجويهل وشريفه الحقباني، سفيرات لمحاربه مرض السرطان. الامانه مثال يشرفنا، بنات صغار لكن قدروا بقوه الاراده وقوه الايمان ان يحاربون مرض السرطان. ربي يوفقهم ان شاء الله، واللقاءات ان شاء الله الجايه راح تكون الحديث فيها عن اصداراتكم للمزيد من الكتب والمزيد من العطاء الاجتماعي للمجتمع. المطلوب من المشاهدين ان تسوون فولو لبناتنا في الانستغرام في تويتر، تعرفون على قصصهم وبالتالي انتم تكونون فاعلين ومتفاعلين معاهم، والله يتمم عليهم الشفاء هم والاخرين باذن الله. اقول وامين. دائما تكون الحياه اجمل بس بشويه امل. يا الله. ربي يحفظك ان شاء الله يا شريفه. ننتقل معكم لزاويه ثانيه من حلقتنا لليوم في صباح الخير يا كويت، بحضور معالي وزير الاعلام ووزير الدوله لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح، والساده الوكلاء المساعدون، وعدد من قيادي الوزاره. افتتح تلفزيون الكويت صباح امس استديو 800 في مبنى التلفزيون بوزاره الاعلام بعد تجديده بالكامل ليكون على مستوى افضل النظم العالميه. ويعتبر استديو 800 اكبر استديو تلفزيوني بدوله الكويت، ولهذا الاستديو تاريخ طويل حيث شهد الكثير من الأعمال الدرامية الكويتية وكبار الفنانين في أعمال متميزة سجلها التراث الفني الكويتي. وكان لكاميرا برنامج صباح الخير الكويت جولة لتغطية هذا الحدث.